يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير آخر ثلاث مشاهد ليه في فيلم هي واحدة، وهي المشاهد التي تجمعه براندا البحيري وإيناس النجار. الفيلم من تأليف عبد الواحد العشري والإخراج لإسماعيل فاروق، اللي انتهى من مونتاج كل مشاهد العمل استعلانا لعرضه في موسم الصيف القادم. بتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يتهم فيها شاب قادم من الصعيد ليعمل بإحدى الفنادق في القاهرة. عبده موتة ما سابش حاجة ما عملهاش.